السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ والحمد لله، اتفضل. سؤال بس معلش. اتفضل. دلوقتي انا في ثانية ثانوي، وان شاء الله يعني عاوز اطلب العلم الشرعي، فتنصحني اكمل الاول في الدراسة بتاعتي ولا اطلب العلم الشرعي احسن؟ يعني ممكن تدرس أشياء يسيرة لا تعوقك عن عملك التعليمي، وتتقن حفظ كتاب الله، وتكثر من القراءة في سنة رسول الله. الحمد لله حافظ القرآن الحمد لله يعني، وبقرأ يعني، بس مش بتمكن أول قراءة عشان ما إذا إذا ركز في السنة شوية، ركز في قراءة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. ما شاء الله يخليك. الله يسلمك.